Everyone is welcome to this continue of the chapter 8, digestive system. We stopped here last night. هذه الصورة مهمة جدا لأنها ممكن تيجي في الاختبار. عندك فيها أشياء مكتوبة اللي هي gall bladder, common bile duct, duodenum, common hepatic duct, pancreatic duct, pancreas, pancreatic juice, و bile. وعليكم السلام. هذه الصورة اسمها؟ وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. هذه الصورة اسمها accessory organ of digestive system, يعني الأجهزة الملحقة بالجهاز الهضمي. The liver made bile which is stored in the gallbladder. هذه الجملة فيها معلومتين مهمة جدا. المعلومة الأولى bile made in liver, يعني المادة الصفراء تصنع في الكبد. Liver make bile, يعني bile made in liver. يعني إذا سألك سؤال أين تصنع bile, يعطيك خيارات liver, gallbladder, بانكرياس، ديودينم. يعني في أربع أشياء أو أربع أسماء. يعني هذا شيء، هذا شيء، هذا شيء، هذا شيء. هذه أربع خيارات. وين فيهم يصنع البايل؟ على طول هنا أعطاك أول جملة. ليفر ميك بايل. المادة الصفراء تصنع في الكبد. يعني خلايا الكبد هي اللي تقوم بصناعتها. طيب بعدين stored in gall bladder. هذه المعلومة الثانية. إنه هذه المادة الصفراء تخزن في gall bladder. هذا الشكل الأخضر المتدلي هنا. هذا هو جول بلدر يتم فيه تخزين البايل. هذه الأنابيب الخضراء هي الأنابيب المختصة بمادة البايل, فيتم هنا إنتاج البايل في الليفر وتخزينه في جول بلدر. وبعض من البايل يذهب مباشرة من الليفر إلى ديودينم اللي هو هنا, على أساس أنه يساهم في عملية هضم الدهون. So and sent black arrow to the small intestine by way of the common bile duct. هذا بلاك أرو, السهم الأسود هذا يدل على اتجاه مادة البايل اللي جاية من ليفر أو جول بلدر من خلال هذا الأنبوب. وهذا الأنبوب اسمه common bile duct, يعني الأنبوب الجامع أو الأنبوب الرئيسي لمادة البايل. The pancreas produce digestive enzymes. هذه للمرة ممكن الثالثة تمر معنا في هذا الشابتر, إنه البانكرياس produce enzymes, يعني وظيفة البنكرياس لنا هنا في الجهاز الهضمي إنه بيبرودوس إنزيمز. وكذلك أمس عرفنا إنه بانكرياس بروديوس هرمونز. هذه بانكرياتيك إنزيمز اللي هي دايجستيف إنزيمز ذات آر سنت بلاك أرو من البنكرياس. شوف البلاك أرو اللي هو السهم الأسود هذا يمشي في أنابيب البنكرياس لين يوصل إلى الديدنم, وهذا أول جزء من سمول انتستين تو ذا سمول انتستين باي واي أوف ذا بانكرياتيك دكت. يعني هذا الأنبوب يسمى بانكرياتيك دكت, يعني أنبوب البنكرياس اللي شفناه في المجسم باللون الأبيض. أمس لما شفنا البنكرياس شفنا الأنابيب البيضاء, هذه هي بانكرياتيك دكتس. طيب functions of liver, وظائف الكبد. يعني functions of liver هذه لما نتكلم عنها في الجهاز الهضمي مقصود إيش؟ مقصود إنه الطعام. أمس عرفنا انه يتم امتصاص الطعام من السمول انتستين وتجمع الطعام, جميع الطعام يتم امتصاصه يتجمع في وريد واحد اللي هو بورتال فين, يوصل الى الكبد, بعدين الكبد يروح عن طريق هيباتيك فين الى القلب. هنا هذا الطعام هو جاي يمر في المسارات اللي قلناها امس اللي اسمها ساينوسويد. اثناء مروره الخلايا الكبد مطلعه على هذا الدم, يعني ذات تلامس مباشر. هناك تلامس مباشر بين الدم وبين خلايا الكبد, فتقوم بهذه الوظائف. فتقوم خلايا الكبد بتحسس الدم, فإذا وجدت شيء زيادة تسحبه, وإذا وجدت شيء ناقص تعطيه. هنا detoxify blood by removing and metabolizing poisonous substances, يعني إزالة السموم من الدم عن طريق استبعادها أو عن طريق ميتابوليزم لها لهذه المواد السامة. poisonous معناها السامة, poisonous معناها السامة. ميتابوليزم درسناها في chapter 1. إيش يعني ميتابوليزم؟ يس احسنت. كاتابوليزم ان انابوليزم, كان اخذنا جمله اسمها ميتابوليزم يساوي انابوليزم زائد كاتابوليزم. كتا معناها التفكيك, وانا معناها البناء, معناته هذه الكبد تاخذ الماده السامه اللي هي بويزنس وتفككها وتطلع منها مواد مفيده لجسم الانسان. اذا اول وظيفه من وظائف الكبد هي ازاله السموم عن طريق استبعادها او تفكيكها وتركيب منها. تفضل يا طلابي. الوظيفة الثانية store iron and vitamins A, B12, D,
اي ان كي يعني تقوم الكبد بوظيفه التخزين. تقوم الكبد بوظيفه ايش؟ التخزين. تخزين ايش؟ تخزين بعض المواد المهمه لجسم الانسان مثل الفيتامينات اللي هي فيتامين A B12 D E and K. اذا احتاج اليها الانسان فانها تعطيه لها مره اخرى. Makes plasma proteins such as albumin and fibrinogen and from amino acid. اذا اكل الانسان بروتين وهذا البروتين يتفكك يصير امانو اسيد، امانو اسيد تمشي في الدم توصل الليفر، فهذه الليفر تستفيد من الامانو اسيد وتركب منها بروتينات جديده. اول مثال هو بروتينات الدم هي بلازما بروتين، مثل بروتين يسمى البيومين وبروتين يسمى فايبرولوجين وغيرها من انواع البروتينات اللي يحتاجها جسم الانسان. ستور جلوكوز از جلايكوجين افتر ميل، ام بريك داون جلايكوجين تو جلوكوز تو مينتين ذا جلوكوز ليفل اوف بلاد بتوين eating periods. الإنسان أكل الطعام من ضمن ما أكل كربوهيدرات تفكك الثغرة الجلوكوز يمشي مع الدم وصل الكبد، تقوم الكبد بالتحسس هل هذا الجلوكوز ناقص أو زايد. إذا زايد فإنها تسحبه وتخزنه ستور جلوكوز على شكل جلايكوجين موجود في الكبد بعد الوجبة. طيب بعد قعد فترة طويلة، قعد هذا الإنسان بعد الوجبة فترة طويلة ما أكل، هنا ينقص مستوى سكر الجلوكوز في الدم، فتقوم هذه الكبد بتفكيك الجلايكوجين مرة أخرى إلى جلوكوز، جلايكوجين تو جلوكوز. إذا كان الجلوكوز يتحول إلى جلايكوجين، الآن عند الاحتياج يتحول الجلايكوجين إلى جلوكوز للمحافظة على مستوى سكر الجلوكوز في الدم. To maintain the glucose level blood between eating periods. الوظيفة الخامسة من وظائف الكبد هي produce urea، وهي مادة من المواد اللي يجب لجسم الإنسان أنه يتخلص منها. produce urea after breaking down amino acids، يعني إذا أكل الإنسان amino acids أو هنالك amino acids في الدم حتى لو ليست من الأكل، فإن تقوم هذه الكبد بمعالجتها وتحويلها إلى مادة اليوريا ويتخلص منها الإنسان عن طريق التبول. يوريا تخرج مع البول. removes bilirubin. bilirubin هذه المادة أيضا من المواد اللي يجب الإنسان يتخلص منها، وإن كان يعني لها بعض الفوائد فيستفاد منها وفي النهاية تخرج. إذا remove bilirubin هو break down product of hemoglobin from the blood and excrete in bile as a liver product. يعني bile هو منتج من منتجات الكبد، مادة البايل، لأنه قلنا خلايا الكبد هي اللي تنتج البايل ويخزن في gallbladder. فهذا البايل من ضمن مكوناته يوجد شيء اسمه bilirubin. bilirubin كيف حدث وكيف وجد هذا البلوروبين؟ وجد هذا البلوروبين بعد ما صار بريك داون للهيموغلوبين. أين يوجد الهيموغلوبين؟ في الدم، يعني خلايا الدم الحمراء، بلد يعني ريد بلد سيلز، خلايا الدم الحمراء. خلايا الدم الحمراء في داخلها يوجد الهيموغلوبين. وما هي الفائدة من الهيموغلوبين؟ إنه يس هيموغلوبين ينقل أحسنت أحسن، هو ينقل الأكسجين ويعطي الدم لونه الأحمر. إذن الهيموغلوبين مهم جدا جدا لحياة الإنسان لأنه يقوم بنقل الأكسجين. هنا إذا أنت نظرت إلى الهيموغلوبين تجد فيه ناحيتين، حاجة اسمها هيم وحاجة اسمها جلوبين. هذا الجلوبين هو بروتين يتم تفكيكه مع الأمينو أسيد والاستفادة منه، وناحية الهيم هذه تحتوي على جزئين، جزء هو الحديد اللي يرتبط مع الأكسجين ينقل الأكسجين، وجزء هو مادة اسمها بورفايرين. هذه البورفايرين يتم معالجتها وتحويلها إلى بلوروبين عبر عدة خطوات. فهذا البلوروبين بعد ما يخرج من الكبد ينزل في مع البايل، مع البايل إلى جول بلدر، ومن جول بلدر ينزل إلى ديودينم. فهذا البايل عموما يساهم في هضم الطعام. هذه البلوروبين يتم تحويلها إلى بعض الأشياء عن طريق البكتيريا وغيرها. بعد كذا يتم امتصاص جزء من هذه المادة عن طريق small intestine مرة أخرى، وبالتالي تعود إلى الكبد مرة أخرى على شكل مختلف، وهذا الشكل المختلف يرجع إلى الدم ويتم التخلص منه عن طريق البول، وجزء منه يتم التخلص منه عن طريق مخلفات الجهاز الهضمي في دورة خاصة بهذه المادة اسمها دورة البيلوروبين. helps regulate blood glucose عفوا blood cholesterol level converting some to bile salt. الكبد من وظائفها أنها تساعد على تنظيم مستوى سكر، مستوى مادة الكوليسترول في الدم، مستوى مادة الكوليسترول في الدم. والكوليسترول هو أحد الدهون، وتحافظ على هذا الكوليسترول أنه يكون إيش؟ أنه يكون في مستوى محدد عن طريق سحب بعض
من هذه المادة وتحويلها إلى أملاح في تركيب مادة البايل والمساهمة في عمليات الهضم. الكبد ممكن تتعرض لأمراض، هذه الأمراض ما معك في الاختبار، يعني ما بيسألك عنها في الاختبار، لكن يستفاد من معرفتها أنه liver disorders, hepatitis وcirrhosis. hepatitis هو الالتهاب من كلمة itis، وcirrhosis هو التليف. هذول هم مرضين خطيرين مهددان للحياة. Are two serious diseases that affect entire liver and hinder its ability to repair itself. يعني توقفان أو تؤثران على قدرة الكبد على معالجة نفسها. Therefore, they are life-threatening diseases. مهددات للحياة. Life-threatening يعني مهددات للحياة. أمراض مهددة للحياة. When a person has liver ailment, jaundice may occur. إذا حدثت مشكلة في الكبد، ربما يحدث يرقان لهذا الإنسان. Jaundice معناها اليرقان، يعني الصفار. شوف إنه الإنسان في الجلد لونه أصفر وفي العيون لونه أصفر، هذا يسمى jaundice. Jaundice present when skin and whites of the eye have yellowish tinge. Skin اللي هو الجلد، whites of the eye يعني بياض العين، بدل ما هو أبيض يصير yellowish، يعني يصير فيه صفار. Jaundice occur because bilirubin deposited in the skin due to an abnormally large amount in the blood. Jaundice can also result from hepatitis, inflammation of the liver. يعني المفروض أن هذه الليفر تنتج مادة البايل بكمية محددة. صارت مشكلة في الليفر فصار البايل يصب يعني أكثر من صار large amount كمية كبيرة في الدم. فهذا على طول ممكن هذه المادة البيلروبين تترسب في الجلد وفي العيون تؤدي إلى ما يسمى اليرقان. viral hepatitis أيضا من الأمراض، هذه ما معك في الاختبار لكن تتراها للفائدة. viral يعني من الفيروسات، بسبب الفيروسات ممكن يحدث التهاب في الكبد. Occurs in several forms. Hepatitis A usually acquired from sewage contaminated drinking water. Drinking water مياه الشرب. Contaminated يعني ملوثة. مياه الشرب ملوثة. إيش اللي لوثها؟ Sewage. Sewage يعني المجاري. إذن إذا تلوثت مياه الشرب بمياه المجاري فهذا يؤدي إلى نقل فيروس Hepatitis A وهو يسبب viral hepatitis، التهاب في الكبد. Hepatitis B هذا usually spread by sexual contact. Can be spread also by blood transfusion or contaminated needles. هذا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي أو عن طريق نقل الدم الملوث أو عن طريق الإبر الملوثة. يعني إذا الإنسان يعمل في المستشفى وقدامه إبر هو مثلا يتعاطى مع هذا الإبر بسبب أنه علاجات يعطيها للمرضى أو شيء أو يسحب دم. يس هو الدكتور الإبرة وقت ما المناب بحطها حيث هو المفروض يمسح بالعقم. يس بالفور يس لكن تبيد نفسه حط الإبرة على طول أو حطها على طول بعدين هو يرجعها راح وخز نفسه. هنا هذا لما وخز نفسه هذا تعرض لي contaminated needle، فهذا ممكن ينقل أمراض مثل hepatitis B. وhepatitis B virus is more contagious than AIDS، يعني هو أكثر عدوى. contagious يعني معدي، هو معدي أشد عدوى من مرض الإيدز. وهذا الإيدز ينتقل بنفس الطرق، يعني sexual contact, blood transfusion and contaminated needle. Thankfully, however, vaccine is now available for hepatitis A. Vaccine يعني اللقاح والمصل أحسنتم، يعني هنالك تطعيم من hepatitis B. Hepatitis C, which is usually acquired by contact with infected blood, and for which there is no vaccine. Hepatitis C ليس لديه vaccine، يعني ليس هناك تطعيم له. وhepatitis C يتم نقله عن طريق الدم الملوث. وهذا hepatitis C يؤدي إلى can lead to chronic hepatitis, liver cancer and death، يعني الوفاة أو السرطان أو التهاب الكبد المزمن. كلمة chronic معناها مزمن، يعني يبقى مع الإنسان فترة طويلة. آخر سلايد في هذا الشابتر هي ما يتكلم عن gallbladder. هذه معك في الاختبار، يعني هذه ممكن يجي عنها السؤال في الاختبار. The gallbladder is pear-shaped muscular sac attached to the surface of the liver. يعطيك أين توجد وكيف شكلها. pear معناته مثل الكوميثرا، إنه هذه جول بلدر شكلها شكل الكوميثرا. مسكولار ساك يعني هي كيس عضلي. التاش تو ذا سيرفيس اوف ليفر يعني في سطح الكبد. تلقى هذا اللون الاخضر، هذا اللون الاخضر بالنسبه لنا كلنا واضح. هذا اللون الاخضر هو ايش؟ جول بلدر. هذه الجول بلدر يقول لك ليفر بروديوس اباوت 1000 ml اوف بايل اوف ايتش داي ان اكسس ستورد ان جول بلدر. هنا اول شيء كرر المعلومه اللي قالها قبل شويه، اللي هي ايش المعلومه؟ إنه هذا البايل produced in liver. مادة البايل produced in liver، يعني مادة البايل
أنتجت في الكبد وأين تخزن؟ stored in gallbladder، تخزن في gallbladder. إذا هذه المعلومة مكررة وجاءت عن ناس يقولوا كذا في الاختبار، يعني هذه المعلومة تحديدا جاءت عنها أسئلة متكررة قبل كذا في الاختبارات، إنه liver produce bile وهذا البايل stored in gallbladder. يومياً each day يعني كل يوم ينتج من البايل مقدار 1000 ملي يعني لتر من مادة البايل. ليس كلها يستهلكها الإنسان في عمليات الهضم خصوصاً إذا ما أكل دهون يعني. وهنا هذه الزيادة من البايل تبقى في يعني تخزن في gallbladder. water reabsorbed. هنا الحين عرفت إن وظيفة gallbladder هي تخزين مادة البايل. وظيفة الثانية لجول بلدر هي water reabsorb، يعني إعادة امتصاص الماء، لأن هذه مادة البايل عبارة عن محلول أخضر. هذا المحلول الأخضر لما تقول محلول معناه في ماء، فهنا هذا المحلول ممكن يمتص منه ماء، وبالتالي إذا امتص الماء هذا البايل يصبح thick mucus like material. عندك مادة البايل لونها أخضر، إذا سحبت منها شوية ماء يصير سميكا هذه المادة، ومثل المخاط يصير thick mucus like. water reabsorbed by gallbladder، يعني gallbladder تمتص الماء، so that bile become thick mucus like، وبالتالي يتحول البايل الى ماده سميكه نوعا ما وشبيهه بالماده المخاطيه. when needed bile leave the gallbladder and proceed to the duodenum via common bile duct. عند الاحتياج لهذه الماده الصفراء الموجوده في gallbladder يتم ايش خروجها من gallbladder، يعني هذا البايل الماده الخضراء هذه والصفراء تخرج من جول بدر وتمشي في الأنبوب اللي اسمه common bile duct. common bile duct، وفي عن طريق هذا common bile duct، عن طريق فيا يعني عن طريق common bile duct توصل هذه المادة الصفراء إلى duodenum. والduodenum اتفقنا إنه أول جزء من small intestine طوله 25 سنتي، صح. the cholesterol content of bile can come out of solution and form crystal. قبل شوية قلنا رقم 7 من وظائف الكبد أنها تحافظ على أو تساهم في المحافظة على مستوى الكوليسترول، صح؟ بأنها تسحب الكوليسترول وتحطه في مادة البايل ويستفاد منه. فهذا الكوليسترول الكبد تخليه على شكل كوليسترول، يعني على شكل أملاح، على شكل أملاح. هذه الأملاح تسمى بايل سولت. فلما تقول أملاح نفكر في الملح، ملح الطعام العادي، شكله مثل البلورات، صح؟ فهذه البلورات قال لك ممكن تترسب كريستال. هذه بلورات الأملاح، أملاح الكوليسترول. ممكن هذه البلورات تترسب ويصير عندك رواسب، أو يعني لا سمح الله يعني عند الإنسان أو عند الشخص يصير عنده رواسب هذه الأملاح موجودة. يعني the cholesterol content of bile can come out solution and form crystals، يعني ممكن يترسب الكوليسترول على شكل كريستالات أو بلورات في داخل هذه المرارة. هذه الكريستال إذا تجمعت تكبر، إذا تجمعت الكريستالات الصغيرة تكبر. كريستال، if the crystal grow inside they form gallstone. stone معناها حجرة، صح؟ stone معناها حجرة. إذا تكونت هذه البلورات وتجمعت يعطيني ما يسمى gallstone، يعني حصوة المرارة. gallstone يعني حصوة المرارة. the passage of the stone from the gallbladder may block. لما نقول may معناها عندك احتمالين. الاحتمال الأول الحجرة هذه تكون صغيرة، إذا خرجت مادة البايل تخرج هذه الحجرة مع المادة وتعبر وتوصل إلى duodenum، ومن duodenum تروح إلى small intestine، من small intestine تروح إلى large intestine وتخرج مع مخلفات الجهاز الهضمي. لكن يعني ممكن احتمال ثاني أنها لا، هذه تكون كبيرة شوية الحصوة أو الحجرة، توقف فتغلق هنا مجاري أو مسار مادة البايل، block the common bile duct and cause obstructive jaundice أو jaundice. obstructive معناه انسداد او انسدادي. جوندس يرقان، صار هنا عنده يرقان انسدادي، معناته هذه الحجره اللي هي gallstone خرجت من من المراره، حصوه المراره خرجت من المراره ونزلت في هذا الكومون بايل دكت وقفت. اذا وقفت هنا المفروض انه عندك انت 1000 ملي، يعني تخيل عندك 1000 سياره كل يوم تعبر من هذا الطريق، وقفت فهذه 1000 سياره صارت واقفه، تجي الألف اللي بعدها توقف، تجي الألف اللي بعدها توقف، يصير هذا تكدس للسيارات، يصير هنا تكدس لمادة البايل، لأن مادة البايل ترغب في الخروج
عن طريق هذا السمول انتستين ولا تستطيع الخروج. وبالتالي تتراجع هذه مادة البايل من هذا الكومون بايل دكت لأنه صار زحمة 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 موجودين كثير كثير كثير، لأن المفروض أن أرجع من هنا. ليش؟ عشان هنا برضو جسم الإنسان صح؟ وهذا ما يحدث فعلا مشاكل صحية تحدث الإنسان إنه هذه مادة البايل تصير منتشرة في جسمه ويصير عنده إرقان. شوف الإنسان لونه أصفر، تحت الأظافر أصفر، تحت العيون أصفر، وبالتالي هذا بسبب انسداد عبور هذه المادة وجول بلدر ماست بي ريموفد، وهذه لابد إزالتها بالعملية الجراحية. كذا هذه خلصنا آخر سلايد في هذا التشابتر. أحد له سؤال أو ظرف؟ So